احنا دايما بنحاول من وقت للتاني كده نحط ايدينا على النماذج المنوره، القصص الملهمه، بتدينا اولا طاقه ايجابيه وللمتابع، وبتبقى كمان زي قدوه او قصه ملهمه، يبقى في طاقه امل وتفاؤل لما حد يكون عنده حلم ويشوف انا لما اكمل الحلم ده واشتغل عليه هنجح وهوصل، فيدي قدوه لغيره. النهارده احنا اخترنا يكون معانا قصه نجاح لفتاه مصريه، سوزان صابر، عازفه الفيولا، واللي نجحت مش بس انها تكون واحده من العازفين المحترفين في مصر، بدايتها الفعليه طبعا كانت في مصر، لكن كمان كملت على المانيا وقدمت حفلات كتيره جدا جدا في البرازيل، كوريا الجنوبيه وبولندا، ومش بس كده كمان، لكن الناحيه التعليميه خدت الماجستير والدكتوراه من المانيا، وهي مشهوره قوي قوي في عزفها شغلها انها بتمزج ما بين الموسيقى العربيه والغربيه. كمان سوزان بقت عضو لجنه تحكيم في عدد من المهرجانات، من بينها مهرجان دبي، وحفلات كتيره، يمكن اخرها الحفله اللي حضرتك لو بتشوفوا كده على المواقع التواصل الاجتماعي وعلى يوتيوب، قد ايه حفله في منتهى الروعه والرقي والتجاوب الجميل والكبير داخل الجامعه الالمانيه في برلين، وعدد كبير من الشخصيات العامه والاكاديميين والمسؤولين الالمان والمصريين، وحاجه جميله ومفرحه الحقيقه. فمشرفانا من المانيا دكتوره سوزان صابر، العازفه الموسيقيه. برحب بحضرتك معانا يا سوزان. اهلا وسهلا يا دكتوره سوزان، اهلا بيك. اهلا بحضرتك، ازي اهلا حضرتك؟ اهلا عامله ايه؟ اهلا بيك، الحمد لله. انت يا رب منورانا حضرتك. ومشرفانا ومفرحانه جدا 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 بيكي وبشغلك الحقيقه. وانا سريعا في المقدمه كده قلت عناوين عن سوزان، لكن الكلام معاكي بقى، كلمينا عرفينا بنفسك اكتر، والمشاهد اللي متابعنا دلوقتي بداتي ازاي مسيرتك كده في محطات؟ هو أنا بدأت كأي حد مصري حابب المزيكا الكلاسيك إن هو يبتدي يعزفها. عندي كانت العيلة بتاعتي كانت معظمها موسيقيين وفنانين، فكنت دايما من وأنا صغيرة بسمع المزيكا الكلاسيك، الغنى الأوبرالي. إخواتي، أختي دكتورة في الكونسرفاتوار، دكتورة دعاء صابر، عازفة فلوت، فكنت دايما بسمع المزيكا في البيت. يعني كان بالنسبة لي موضوع متواجد على طول. التحقت بكونسرفاتوار القاهرة وعملت امتحانات القبول، وبعد كده يعني تطورت في الأول، عزفت فيولين اللي هي كمانجا. بعد كده بعد سن معين لما يعني ايدي كبرت ويعني الوضع الجسماني قدر ان انا اقدر اعزف آلة أكبر من الفايلن اللي هي الفيولا. فالفيولا كصوت في الأوركسترا نفسه يعني بيبقى ما بين صوت السوبرانو ما بين صوت الباس، زي هي بالفرنساوي اسمها ألتو، زي الصوت الألتو البشري. فالآلة أكبر، يعني هي شكلها زي الكمانجا وقاعدة الأوركسترا نفسها في نفس الماسكة بتاعت الفايلن وكل حاجة، بس هي أكبر، صوتها أغلص شوية منها، بس بيكون الهارموني بتاع الأوركسترا. يعني من غير صوت الفيولا، من غير العزف بتاع الفيولا في الأوركسترات أو في الأوبرات، ده ما بيخليش العمل مكتمل. فده أهميتها يعني في الأوركسترا. بس بعد كده حبيت قوي صوت الفيولا من صغري يعني. بعد كده التحقت بالقسم بتاع الفيولا في الكونسرفاتوار. كان ليا الشرف ان كان عندي اساتذه مصريين هايلين ساعدوني، واللي انا اخرج بره، اللي انا اكمل حلمي اطلع في المانيا. كان دايما حلمي من صغري ان انا يعني اوري للناس بره اللي احنا عندنا عازفين مصريين درسوا المزيكا بتاعت المانيا، المؤلفين الالمان. يعني كان دايما عندي الحلم اللي هو احنا مش في كوكب مختلف عنكم، لا احنا نقدر نعزف نفس المزيكا بتاعتكم واحنا طبعنا مختلف. فيعني لازم يتقبلوا يتفهموا الاخر كمان. فالتحقت، عملت عده امتحانات هنا في الجامعات الالمانيه، وخلصت الحمد لله الدراسه، وكنت اول مصريه في الجامعه في كارسوه، انا واختي برضو. والتحقنا وخلصنا الدراسه بتاعتنا في المانيا. وبعد كده جالي فرصه شغل كويسه في المانيا، فاستقريت بقى في برلين، بقالي تقريبا اكتر من 10 سنين.
ما شاء الله. يعني حته انه ايه دي موهبه وانا بعزف، لكن قصه ان انت تثقلي العزف ده او الموهبه دي بالدراسه وتاخدي ماجستير ودكتوراه، ازاي ده فادك يا سوزان؟ فادني من الناحية المهنية، فادني كتير جدا ان انا اقدر زي ما قلت لحضرتك الواحد عشان يجي هنا يوري لهم اللي احنا بنعمل في المزيكا بتاعتكم. طبعا مع كل التعليم اللي انا حصلت عليه في القاهرة، ومع اللي انا يعني كنت بسافر دايما في الصيف اخد ماستر كلاسز مع ورش عمل مع ناس فنانين من بره بيعزفوا نفس الآلة، ده كل ده ادى ثقل للموهبة. كل حد اداني حاجة معلومة صغيرة، كل ده بيكون الشخصية، بيكون طريقة العزف، عشان كل شخص مننا أكيد مختلف. فكل واحد كل حاجة وكل معلومة اديت يعني حد اداهاني كان استفادة ليا كبيرة من الناحية المهنية. من الناحية الشخصية طبعا استفدت كتير اللي أبقى في المجتمع الألماني والأوروبي، ودلوقتي حاليا بسافر كتير لكوريا الجنوبية عشان بقدم حفلات هناك مع أوركسترا. بنقدم كل السيمفونيات بتاعت موتسورت، بنعملها حفلات وبنسجل سي ديز. شغل طيب حتة مكثف برضو شوية. انك انت الميكس ما بين الموسيقى الالمانية او الغربية عموما وما بين الموسيقى الشرقية، ومعلش هأجل بقى الاجابة لغاية لما نسمع منك حاجة، لان طبعا الالة منورة معانا اهو، فلازم نسمعها ونسمع الصوت بتاعها وبعد كده نتكلم بقى عن التكنيك. خلاص هتبدأي تمام معانا اوكي، بايه؟ عمر خيرت. هعزف دلوقتي عمر خيرت. صح. اوكي يلا. لا سمعت لك حاجات على اليوتيوب تجنن فعلا ما شاء الله عليكي، فعايزه برضو اللي معانا ربنا ناس يخليك. يسمعوا عزفك يا سوزان، اتفضلي. الروقان والجمال ده. أنا حبيت نبدأ أبتدي بهادي. معاكي في أيوة. كلمة حب. طب قولي لي بقى، شرقي على غربي، الفكرة وتقبل أيوة الناس ليها بقى. الحقيقة يعني الشرقي أو المزيكا العربية والمزيكا المصرية الشرقية بتاعتنا ليها عازفين هايلين، يعني أنا ما أقدرش أجي جنبهم. والمزيكا العربية ليها روح معينة، فأنا بحب لما أجي أعزف حاجة يعني بقرب أكتر نوعية دراستي بالمزيكا العربي. يعني الأعمال بتاع عمر خيرت جميلة طبعا جدا طبعا. جدا، تبقى قريبة من المستمع الأجنبي بشكل كبير، عشان اللحن مفهوش مثلا ممكن حاجات
شرقي كتير، في اعمال فيها بيستخدم المقامات العربية مفهوم طبعا، بس اللحن بيبقى جميل بصراحة. يعني انا بحب جدا الاعمال يعني اللي انا يعني اقدمها لعمر. اه لما عملتي في اللي هي الجامعة الألمانية برلين لما عزفتي فيها حاجة حلوة، انا كان عينينا طبعا على رد الفعل الناس، يعني احنا كده كده بنعشق طبعا فيها حاجة حلوة، بس اللي موجودين مصريين عرب ألمان، فقولي لي برضو الانطباع واحكي لنا شوية عن الحفلة دي والاختيارات بتاعتك فيها. هو الحقيقة يعني الحفلة دي كانت بالنسبة لنا كانت شيء جميل جدا، التفاعل مع الجمهور المباشر من اختلافات كبيرة قوي ما بين الناس اللي كانوا موجودين، كان في ألمان كتير جدا، وزراء كانوا موجودين، سفراء من دول مختلفة كانت موجودة، طبعا الجمهور الجميل، الطلبة بتوع الجيو سي، كان الروح كانت هايلة بصراحة. ودكتور أشرف منصور طبعا، يعني مش عايزة أقول لحضرتك التعب والمجهود اللي حصل عشان الحفلة دي بس تطلع، يعني ما كانوش بيناموا تقريبا فترة كبيرة عشان الحفلة، كل التفاصيل بكل أصغر حاجة لازم، كان كل حاجة كان دكتور أشرف كان لازم ياخد باله، وكان بياخد باله منها دايما. فكانت الحفلة كانت الأعمال بتاعتها كانت ما بين، يعني كنا بنتكلم عليها أنا وزميلتي عهود الفنانة الجميلة جدا جدا، مغنية الأوبرا الهايلة، صوت رائع. كنا صوتها مصري جميل بصراحة يعني، صحيح. وهي فنانة جدا جدا. فاتكلمنا، هي اللي قالت لي واقترحت عليا يا سوزان، هي الأول صديقة عزيزة عليا جدا، فقالت لي طب تحبي نعزف حاجة في الجيو سي في السيرموني؟ قلت لها اه طبعا جدا، يعني احب، كان اول تعاون ما بيني وما بين الجامعه. فبدانا في اختيار الاعمال، وبعد كده ما كناش متوقعين التفاعل الجميل، والناس كانوا حابين قوي الاعمال. قدمنا اعمال الماني لمغنيه مشهوره المانيه هنا، طبعا التفاعل الالمان كان جميل، بس اول ما عزفنا الحاجات بتاعت استاذ مصري عمر يكسب. كان التفاعل، التفاعل كان اكتر بس. ايوه، وتسقيف والاجانب، وكانت حاجه لطيفه قوي. طيب يلا يا سوزان اهلا. نسمع حاجه كمان. اوكي، انا هعزف عمل لمؤلف امريكي ارماني. الله الله، تسلم ايدك.
قولي لي يا سوزان، انت ليكي جولات وحفلات كتيره وكبيره في دول عربيه واوروبيه وغيرها، ومؤخرا كمان كنت عضو لجنه تحكيم في مهرجان دبي. قولي لي التجارب دي اهميتها ايه بالنسبه للفنان، وازاي الموسيقى دايما بنقول انها لغه بتوحد كل الشعوب. كلميني عن المحطه دي برضو. ده حقيقي، ده حقيقي. المزيكا مش محتاجة لغات إن الواحد يتعامل بيها، يعني إحنا المزيكا أكتر حاجة بنحسها، فحتى لو من غير كلام تقدري، دي أسمى المعاني أعتقد، يعني من تصوري إن الواحد يقدر يوصل المعنى بالمزيكا من غير كلام، يعني من غير كلمات تساعد إن كده أرقى أرقى حاجة يعني. فالمزيكا مش محتاجه لغه معينه عشان واحد يتكلمها، بيحسها اكتر. بس طبعا تواصل مع ناس من خلفيات موسيقيه مختلفه، من درسوا في ثقافات اماكن مختلفة. مختلفه مثلا، ثقافات مختلفه، طبعا بيبقى كل واحد ليه طابع، يعني طابع هو بيعزف بيه. فده كل حد اعتقد يعني البني آدم موجود على الكرة الأرضية عشان يتعلم من اللي حواليه، يتعلم من أخطاء اللي حواليه، يتعلم من الحاجات الإيجابية في الناس اللي بيعملوها. فده برضو في المزيكا، فإحنا بنتعامل مع بعض، يعني لما بيبقى يعني بنعزف مع بعض، بعزف مع أوركسترا سولو، بنتعلم من بعض أكتر. الواحد بالنسبة مهما اتفضلي قولي يا دكتور. بالنسبة للمسابقة كانت هايلة، عشان كان اللي كانوا بيعزفوا في المسابقة كانوا من جنسيات مختلفة، وبيعزفوا نفس الأعمال، فكان الإحساس جميل قوي بيهم، إن كل واحد بيعزف من خلال تجربته هو، من خلال الباك جراوند، الخلفيات الثقافيه بتاعته المختلفه، من خلال لغته. فكان جميل، يعني احنا ما بنحاولش نتعامل مع بعض بالكلام اكتر من اللي انا فهمتهم اكتر بالمزيكا، هما بيعزفوا ازاي، اللغه المزيكا الراقيه والساميه. يعني الفنانة الشابة الجميلة دكتورة سوزان صابر دايما متألقة ومن نجاح لنجاح، وربنا يوفقك يا رب، ودايما نشوفك كده في حفلات وشغل، وأحلامك كلها بإذن الله تتحقق إن شاء الله. ويا ريت يا رب كده لما تنزلي القاهرة كده تنورينا ويبقى لنا لقاء ونسمع منك أكتر وأكتر كمان. إن شاء بشكرك، الله، إن شاء الله، شكرا، أكيد. ميرسي جدا، ميرسي ميرسي جدا، ليكي، شكرا، باي مع باي، السلامة. مع السلامة.